رباعيه للمنتخب امام بوتسوانا. بص يا عزيزي، كابتن حسام حسن تقريبا دايما في الشوط الاول بيلعب بخطه الضرب في السمانه على راي محمد هنيدي. ايه هي بقى خطه الضرب في السمانه؟ ان احنا هننزل نسوي الفرقه اللي قدامنا في الشوط الاول، هنضغطها في نص ملعبها ديب 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 ديب، جبنا جون 2-3 زي ما نقدر نجيب وده برضه اللي حصل النهارده زي ما حصل الماتش اللي فات امام كاب فيردي. النهارده تريزيجيه في الشوط الاول، جون في الثاني، في فرصتين من محمد صلاح، فرصه من زيزو، دي يعني كنت تطلع 5 مثلا 4 يا عم. جيت الشوط الثاني بدات ان انت تريح شويه بدل ان هم يمسكوا كوره زي برضه ما حصل نفس الماتش اللي فات. فهو كابتن حسام حسن يعني ما يرضي الله يعني بيعرف يقسم الماتش، حد ما يجي الشوط الثاني جت فرصه، جت الثانيه، جت الثالثه، هوب جبت النهارده جونين محمد صلاح ومصطفى فتحي وانتهى الماتش 4-0 لمنتخب مصر. ايه بقى اللي هيتم في التصفيات نفسها، في النهائيات نفسها؟ عايزين بقى لما نقابل فرقه تقيله، الجزائر، المغرب، كوت ديفوار، الفرق اللي هي التقيله دي، نلعب لو لعبنا بنفس الفكر ده هنضغطهم. بس هو واضح ان كابتن فعلا كابتن حسام حسن عنده فكر وبيهتم اكتر بالشق الهجومي عن الشق الدفاعي. هو بيأمن الدفاع باتنين لعيبه مثلا ومعاهم حمدي فتحي او مروان عطيه في خط النص يمسكوا خط النص، وتقريبا في 5 قدام، الخمسه اللي قدام دول بقى اجروا والعبوا وارمحوا، انت فاهم، هاتوا لي جوان. فالف مبروك لمنتخبنا الوطني وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. سلام عليكم.